اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن علاء ميهوب. ازيك كابتن علاء؟ اهلا بك. بسرعه عشان نقول ان الجزائر جابت الجون الثاني بسرعه. ازيك يا بلال؟ خلينا نرحب برضه بالنجم الكبير كابتن احمد بلال. الله يسلمك. ازيك يا بلال؟ الحمد لله سلامتك حبيبي. الله يسلمك يا حبيبي، ربنا يخليك. طبعا الجزائر جابت الجون الثاني في الدقيقه 14 15 او الدقيقه 15 14 اللي لغايه الدقيقه 18 وقت بدل ضايع، مش الاكسترا تايم. يعني محسوب 9 وصلنا للدقيقه 18، يعني اكتر من الشوط الاول الاضافي. تخيل. يعني نص شوط لوحده برضو حاجه غريبه جدا. سبحان الله التحكيم كان ماشي كويس جدا طول، معرفش طبعا التحكيم النهارده عامل ازاي في هذه المباراه، ولكن هنتكلم عن التحكيم في مباراه مصر وتونس، وهنتكلم عن التحكيم ايضا في مباراه مصر والجزائر. لكن خليني ابدا بمصر بمصر وتونس الحقيقه، لانه مباراه ما كانتش حلوه حتى كابتن المباراه. صح. يعني على راي عويس قال لك يعني ايه، ولا المنتخب ده ينفع يكسب، ولا المنتخب ده ينفع يكسب، ولا المنتخب ده ينفع يتغلب، ولا طب ما هنعمل فيها ايه؟ نتيجه ثالثه، نعمل نتيجه ثالثه، نتعادلوا. لكن في النهايه صعد المنتخب الجزائر في النهائي خلاص. خلاص بعد 19 دقيقه وقت بدل ضايع. اذا نهائي افريقيا، نهائي كاس العرب ما بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري الجارين هيكونوا في النهائي، ومنتخب مصر سيلاقي ان شاء الله منتخب قطر يوم السبت الساعه 12 ظهرا. كابتن علاء، شفت المباراه ازاي في ظل الاداء اللي مش عارف، الناس كتيره جدا شايفه ان هو اداء لم يكن جيد في هذه المباراه؟ هو لم يكن جيد في البطوله كلها. نتكلم بقى ايه بهدوء بعد ما اتفرجنا وخدنا وقتنا. يمكن انا من بدايه البطوله ومن ابتداء كيروش لما بقى المدير الفني للمنتخب، يمكن انا غالبا ولا اتكلمت عليه ولا علقت بالسلب او بالايجاب على اي مباراه لعبها او اي حاجه عملها. انا باخد، انا بحب اخد وقت كده عشان احكم عليه، ماليش دعوه بالسي في بتاعه، السي في بتاعه جبار. أوكي. بس ده كان يعني السي في جبار انتهى. بس حاجه انتهت. انا عايز اللي جاي الموجوده، الحاجه اللي انت هتعملها معايا كمنتخب مصر، منتخب ليه اسم كبير قوي. بص يا اسلام، بمنتهى منتهى الامانه كده، انا مش شايف اي تغيير في المنتخب. yeah. من ناحيه الاداء ممكن. من ناحيه الاشخاص بيبدل لعيبه ويجيب لعيبه وما بياخدش لعيبه، وهو بيستعمل حاجه ان هو ما فيش حد بيقدر يكلمه. وده دايما الاجنبي لازم يبقى عارف، يعني ما فيش حد يقدر يحاسبه كتير. المدرب المصري او الوطني زي ما بيقولوا. بتتكلم عشان اسمه يا كابتن مش كده؟ لا، عشان عامه الجنسيه، تاريخه يعني. تاريخه وجنسيته كمان بتفرق. قبل اي مدرب اجنبي حته انك لو البرتغالي تحديدا كمان، خلي بالك. البرتغالي كمان ما احنا عارفين طبعا، بس والله في فروق يا اسلام برضه. لكن هو برضه يا بلال حته التعامل مع الاجنبي، انت بتحاول تسيب له كل حاجه اللي انت عايزه. مع المصري او الوطني انت بتحجمه. لا، او ما ينفعش. لا، ما ينفعش. يبقى خليك في 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 في, في المقاييس ذاتك واحده. هو عمل كل اللي هو عايزه، كل اللي عمله عايزه. عايز في دوري بوقف الدوري، عايز اعمل معسكرات بقى معسكرات، بطلع لعيبه كبيره وخبرات مفيش حد بيتكلم. على عكس لو حصل ده مع مدرب مصري كانت السوشيال ميديا قتلته. انا سمعت بركات بيتكلم في النقطه دي تحديدا، لانه طبعا بركات كان مدير المنتخب ما قبل فتره مع كابتن حسام البدري. قال لك تخيلوا يا جماعه لو احنا منتخب، يعني انا ما سمعتوش والله، بس هي دي حاجه. قال لك تخيلوا لو كنا احنا مشينا يعني، او ما خدناش شريف وقفشه، كان ايه اللي حصل ساعه لما ما كانش بياخد، او ما خدتش طارق، او ما خدتش طارق حامد. كان انت كنت على السوشيال ميديا موتتك، وكانت في ناس تهدلك على البيت، كانت الدنيا اتبهدلت. بس عشان هو مش مصري فانت ما بتكلموش. هو رايه صح. هو ليه ما العقده بتاعتنا، المصيبه السوداء، بس مش هفتح اتكلم فيها كتير، ان دايما الاجنبي بيفهم احسن منك. اوكي. هو انت متخيل بتتعامل مع واحد اجنبي فهو بيفهم احسن منك، فما تقدرش تعارضه في قراراته، مع ان معظم القرارات كلها غلط. نتكلم بسرعه بقى من الفتره بتاعت كيروش. البطوله اللي انا شفتها دي، انا عن نفسي مش شايف اي تحسن في الاداء لمنتخب مصر. اوكي. بغض النظر عن كابتن حسام او غير كابتن حسام، مش دفاع عن كابتن حسام خالص يعني لكن انا مش شايف اي تحسن. هو اللي زي بقول لك يا اسلام، اللي عمل هو بيجيب لعيبه ويشوف لعيبه وكده، وده متاح ليه. لكن تحسن في الشكل، في الاداء، في طريقه لعب، في شكلك في الملعب، انا اتحدى اي خبير كروي، اتحدى او اي حد بيفهم في الكوره، او اي حد فرق على مباريات، يجمع لي مباريات المنتخب كده ويقول احنا كنا بنلعب ازاي، وشكلين ازاي، واحنا بندافع، وشكلين ازاي بنهاجم. بس انا مش طالب غير كده. طيب هنكمل في النقطه دي، ولكن يا بلال ايضا هناك نقط ايجابيه. يعني دلوقتي اصبحت القماشه اكبر زي ما بيقولوا، بمعنى
ان انا كان الاول عندي معروف مين جاي ومين ماشي، وكان بيبقى واحد صحيح. او اتنين بس. لكن دلوقتي لا، عندك تقدر تتكلم عن مصطفى فتحي، تقدر تتكلم عن حسين فيصل، تقدر تتكلم عن مروان حمدي، تقدر تتكلم عن اسامه فيصل، تقدر تتكلم عن مجموعه اللاعبين اللي موجودين باستثناء الجزء الخلفي، لكن كله في احمد رفعت طبعا، احمد رفعت في الفتره دي، فاصبحت القماشه موجوده اكبر. فده من وجهه نظر ناس كتيره انه برضو شايفه ان الموضوع ده مهم جدا للمنتخب خلال الفتره اللي جايه، عشان ما يبقاش الاعتماد على ناس بعين. بص، ده شيء جيد يا اسلام، يعني شيء كويس انك انت كمدير فني بتبتدي تشوف لعيبه وتجرب، ويبتدي يبقى عندك انت رؤيه من وجهه نظرك الشخصيه انك انت للحكم على اللعيب واختياراتهم. النهارده احمد رفعت بيقول ان انا ممكن اكون لعيب منتخب، لعيب جيد. النهارده حسين فيصل ممكن بيقول لك ان انا ممكن ابقى لعيب منتخب جيد. على العكس النهارده مروان حمدي ممكن ما يكونش اثبت وجوده بشكل كبير مع المنتخب، ومع ذلك انت كمدير فني، ودي من السلبيات بقى اللي انا بشوفها في مستر كيروش، ان هو من السلبيات ان انت لما تشوف يعني اتنين بيلعبوا في الدوري، اتنين فراوده في الدوري، واحد متالق وبيسجل وعنده امكانيات وقدرات، ولعيب معاه تاني برضه لعيب امكانياته وقدراته جيده، ولكن عندك لعيب هداف دوري وبيلعب 9 سترايكر وبعدين تعتمد عليه في حته تانيه. تمام، بتكلم على محمد شريف. بتكلم على شريف. لنقطه خلاف فكريه مع ممكن تكون مع حد، يعني هم او ممكن التيم اللي مع كيروش شايفين ان شريف الاصلح بالنسبه له يبقى يلعب وينج، فلا نحط شريف وينج ونشوف 9 تاني مختلف. لكن انت ما عندكش رقم 9 اللعيب السوبر ستار اللي تقدر تقول عليه مثلا ده محطه جيده، ده لعيب امكانيات وقدرات عاليه، بس ده مصطفى محمد عنده سرعات مثلا يعني. لكن شريف بيأدي الحته دي بشكل كويس. وشريف طبعا خد بالك يا اسلام، النهارده انت بتلعب في بطوله ممكن بشكل كبير بتعتمد فيه على السرعات بشكل اكبر، يعني تمام عليك. وده لان انت بتلعب فرقه برضو بتهاجمك كتير، في عندها مساحات كتير. شريف ومروان الفروقات فروق السرعات موجوده لصالح شريف وبشكل كبير، يعني كنت تقدر تعتمد عليه في الهجمات المرتده السريعه. منتخب مصر في البطوله دي، معرفش كابتن العاد توافقني ولا لا، الهجمات المرتده السريعه المنظمه ما كانتش موجوده بشكل كبير. مش موجوده تقريبا يعني. لان انت ما عندكش اللعيب اللي بيعمل الحته دي خالص. انت كمدير طب فني، ايه السبب؟ السؤال بس اللي عايز اساله يا اسلام، عارف انت النهارده لما جيت تتعاقد مع كيروش انت تعاقدت معاه على ايه؟ انه يبني فريق ولا ياخد بطوله؟ لا ايه، لا هو ملوش في الكاس العرب ده اللي انا عارفه. لا انا مش بتكلم مع كاس العرب ولا كاس الامم. انا اخد ولا كاس الامم؟ ما انت جايبه ليه؟ انت جايبه عشان كاس العالم يعني فقط. يعني مدرب فقط. طب خليني اسالك فقط. انا سؤال هسالك سؤال مدرب مش هياخد كاس الامم ولا ممكن يوصل للسيمي فاين مثلا يا كابتن، يبقى هيروح كاس عالم؟ هو ده شرطه. هو كابتن عادل، السؤال بقى السؤال الاحلى، لو انا بعمل العقد ده مع مدرب مصري وقال لك الكلمتين دول هتقول له ايه؟ هقول له اطلع بره. مش هخليه يكمل حتى لو طالب حاجه يشربها مش هيكملها، يقول له طب سيبها بقى واتفضل. اتفضل انت. طبيعي، ما هي دي مشاكل يا اسلام، يعني ما بتحصلش. انا عمري سمعت الكلام ده، انا اللي اعرفه. لا بس انت سمعته زينا يعني. لا يعني لا مثلا انا عمري لا في كوره. طب وده كلام، انا بتكلم على كوره. وده كلام عمرك سمعت في الكوره عامه يا اسلام؟ لا. انك بتجيب مدير فني لمنتخب بمنتخب باسم منتخب مصر، مش منتخب بيأدي اداء مشرف، لا ده منتخب بياخد بطولات وبتتكلم معاه فبيقول لك انا البطوله دي لا والبطوله دي والبطوله دي ما ينفعش. لا كابتن، ده الطبيعي كمان في ايه؟ ما تزعلش مني يعني، وخلينا نتكلم مع بعض احنا الثلاثه في النقطه دي. الطبيعي ان انت لما بتقول كاس الامم الافريقيه، لو سالت حد في جنوب افريقيا مين اللي هياخد كاس الامم الافريقيه لو مصر موجوده يقول لك مصر. بالظبط، يعني ده الطبيعي يعني. الخمسه الكبار طبيعي يعني، الثلاثه اربعه الكبار حتى لو انت في تصنيفك اقل. اي بطوله يا اسلام بتلاقي فيها اسم منتخب مصر انت هو الاقرب. بالظبط، من مرشحين، من اوائل المرشحين. لا يعني مثلا بطوله كاس العرب احنا بنتكلم عليها دي، او قبل ما تتعمل وقبل ما نتكلم فيها قلنا ايه؟ مصر والجزائر، تونس، المغرب، لان دول الاخويه بتوع افريقيا. اما تيجي تتكلم على بطوله افريقيه سيد افريقيا كلها منتخب المصري، فما ينفعش تساوم يا اسلام تقول لي انا البطوله دي ما وعدكش بيها، دي يعني ممكن مركز ثاني. او حصل حصل طيب يعني، حصل ده اللي احنا عارفينه يا بلال. وهل حصل صح؟ هل في تعاقد؟ خلاص ما صح ولا صح، انا دلوقتي قدام امر واقع اللي هو انت معاك عقد، انا دلوقتي جاي رئيس اتحاد جديد. كويس، هعمل ايه؟ ولا هتعمل حاجه. انا جاي 6 يناير وكاس الامم شغاله 6 يناير او هتبدا 6 يناير من المفترض يعني، لو ما اتاجلتش او لو ما اتلغتش، وعندك بعديها بشهر
كاس تصفيات كاس العالم المباراه النهائيه، بعد كده يبقى حلها الف حلال بالظبط، بعد كده كاس العالم لو وصلت. طيب بس خد بالك يا كابتن عيد، ده خد بالك ده شرط مجحف للكره المصريه، انك انت تيجي للكره المصريه وللناس والمشجعين المصريين، انك انت تجيب مدير فني تقول له ايه يعني الحته دي لا والحته دي اه، يعني انت بتتكلم في فرقه كبيره. الكلام ده يا كابتن عارف يحصل مع مين؟ مع فرقه مغموره مثلا بتقول لها زي، انا اسف يعني، ما احترمنا الفرقه لا طبعا، لا كل الفرق كويسه، ما تقولش اسماء، قول اسلام فرقه مغموره اسلام، فرقه مثلا منتخب مبتدئ، منتخب مبتدئ غينيا مثلا، تمام اديك قلت اسم مثلا، لا قول مثلا يا كابتن، ما قلت ما تقولش اسم، حاضر يا كابتن ماشي، قول مثلا غينيا. فتيجي تقول له ايه، احنا عايزين نعمل فرقه هنعدي بيها، بس نعدي تصفيات افريقيا عشان نؤهل نفسنا احنا في التصفيات اللي بعد كده نخش ونعمل بالزبط شكل كويس. انما انت جاي على فرق، على منتخب مصر اللي عنده النني بيلعب في الارسنال، وصلاح بيلعب في ليفربول ومن احسن لعيبه افريقيا، وعندك تريزيجيه بيلعب في استون فيلا، وعندك واحمد حجازي محترف، وعندك لعيبه ومرموش بيلعب في الدوري الالماني، وتيجي تقول لي يا كابتن علاء انا معلش ما وعدكش بدي وبوعدك بالثانيه، ده وعد طويل الامد. ليه طويل الامد؟ لانك انت النهارده انت عايز تروح لابعد وقت ممكن يا كابتن علاء، تاخد بالك الفكره كلها كابتن اسلام، ان انت عايز تروح لوقت بعيد، انت رايح لشهر 3 اللي جاي، انت انت عندك وقت طويل، عندك بطوله كاس العرب، اعداد جيد بالنسبه للعيبه اللي موجوده عندك في الحته دي، انك تكتشف وتشوف وتقيم ويبقى عندك فكره جيده عن طبيعه اللعيب المصري والكره المصريه، لو انت ما تعرفش يعني طبيعه الكره المصريه، تكتشف وقيم ووجوه جديده. اه يا كابتن، بس اجي في اجي في الرسمي، لا لازم يبقى عندي تحدي، مطلوب منك البطوله كمان يا بلال. ما هي البدايه هو هتعتبر كاس العرب مش رسمي؟ ما هو رسمي، ما اقصدش قصدي يعني انت مثلا التارجت بتاعك انت كمنتخب مصر بيبقى بطوله افريقيا وكاس العالم، ده وضع طبيعي يعني، ده الطبيعي. لكن انت تيجي تشيل كاس افريقيا اللي انت اصلا كمنتخب بتبني عليه، طب انت تلعب ايه تاني؟ انت كمنتخب، انا اسف انت كمنتخب النهارده لو ما خدتش كاس افريقيا، انت بتشتغل على ايه؟ يعني انت بتشتغل على ايه؟ 10-3 كاس العالم بتشتغل على فكره. احنا كلنا سمعنا الكلام ده، لكن هل هو كلام صحيح ولا مش صحيح؟ انا ما اعرفش، ما حدش نفى طبعا، ما حدش نفى، لكن في نفس الوقت ما حدش قال ان الكلام ده صحيح، فبالتالي هتكلم كلام اصل برضه بيني وبينك لما تقعد تفكر فيها يا كابتن علاء ما ينفعش، يعني لوجيك صعب قوي، عيب يعني عيب يعني عيب يعني ايوه صح، يعني مش ما ينفعش، هو مش ما ينفعش عيب، هي الكلمه يعني انا هلعب في كاس الامم واطلع من لا قدر الله يعني، ايوه ماشي، بس هي الكلمه اتقال عيب كمنتخب كاسم منتخب مصر، يا جماعه اسم منتخب مصر ده حاجه جامده جدا طبعا، جدا اذا كان على مستوى على مستوى العرب او مستوى افريقيا، تتكلم في منتخب قوي جدا جدا جدا، حتى المنتخب الحالي لو انت اخترت اللعيبه صح واعدادت اعداد صح وابتديت ويبقى في فكر في البطوله كاس العرب دي، انت كنت اخدتها، انت مهما كان لعيبتك غايبه يا اسلام، انت عندك الدوري المصري فيه لعيبه كتير جدا 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 ولعيبه كويسه اللي اخدتها، واللي حتى اللي جنبت اللعيبه، لكن كان ممكن يبقى شكلك احسن من كده بكتير، كان ممكن توصل نهائي، بس انا ما شفتش اي بوادر انك انت عايز توصل يعني. اول مباراه، تاني مباراه، المباريات حتى لو قلنا مباراه قويه يعني، اقوى المباراه لعبتها الجزائر، انت كسبتها بانذارات، انت كسبت تعادلت تعادلت وكسبت انذارات، عشان كسبت انذارات، ما دي عارف خد بالك، ما دي حاجه برضو يعني حاجه لذيذه انك كسبت انذارات، حتى التعادل بتجيب ضربه جزاء، يمكن اسوء ضربات الجزاء اللي شاطها عمرو السوليه، لكن ماشي كنت محظوظ. زي مباراه الاردن، مباراه الاردن يعني الاحترام الكامل للاردن، وادوا مباراه وادوا بطوله ممتازه، لكن هل يعقل الاردن تاريخيا على الاقل تاريخيا يعني. طبعا يعني تلعب معاك 45 دقيقه هي افضل في كل افضل ولولا ستر ربنا وتالق الشناوي المعتاد كانت ممكن الشوط الاول يطلع 3-1 طلع 1-1 فانت مش احسن من كده هايل طبعا لكن طب بس هو جه الشوط الثاني برضو ظبط عدل الملعب بقى الدنيا حلو عدل الملعب ليه لانك على المدى الطويل كل ما الوقت بيعدي انت بدأنا احسن انت مجموعه اللعيبه اللي عندك احسن انت الاختيارات اللي عندك بره احسن من الاردن مهما كانت والاردن فريق كان بيدافع الفريق بيدافع على طول يا اسلام هيجي وقت هيتعب لان هو في الاخر اتعادل 1-1 الشوط الاول فتعب خلاص وبيلعب مصر يعني تخيل انت الفرق المنافسه مقدره اسمك كمنتخب حتى النهارده تونس بلال برضو تونس النهارده يا كابتن يعني انا بشوف ان هي كانت مديه يعني اسمك يا اسلام جامد حجم كبير لمنتخب مصر ده وضع طبيعي انت النهارده ما انت نتائجك مع الفرقه دي هي اللي بتقيمك وهي دي اللي بتخلي الفرقه الثانيه يعني تعمل لك حساب صح. انت كسبت تونس قبل كده وخدت وخدت بطوله افريقيا 3 مرات وانت كمنتخب مصر براند كبير يعني اسمك كبير
اسمك كبير، فالناس بتعمل لك حسابات كتيره جدا 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 جدا. فالنهارده بتلعب منتخب تونس، فريق كويس، فريق جيد، فريق منظم، لكن انت برضو منتخب مصر. اللي انا شفته في الماتشات اللي فاتت دي، ما اعرفش توافقوني ولا لا، ان بحس ان اللعيبه بتلعب بس بالروح، يعني بروح منتخب مصر مثلا، يعني عايزين نكسب وكل واحد عنده مهاره بيحاول يظهرها، لكن في استراتيجي، في بلان في الملعب، انا ما شفتش حاجه. مفيش يا كابتن. انا بقول لك بس انا بختلف معاكم شويه في النقطه دي. على الاقل الشوط الثاني في كل مباراه، على الاقل في الشوط الثاني انت بتلعب بشكل واضح جدا. يعني انت هو كيروش بيلعب 4-3-3 كويس، واضحه كويس. حتى سيبك من الاسم الثالث، ما ساعات بيبقى زيزو، ساعات بيبقى قفشه، ساعات بيبقى اسامه حسين فيصل، بيبقى واحد مش مهم الثالث مين، ولكن هو طريقه اللعب الواضحه اللي هو بيلعب فيها 4-3، والثالث ده اللي هو بيبقى اقرب للناحيه الهجوميه. والشوط الثاني النهارده كنت كويس؟ لا، ما انا بقولك النهارده أسوأ إدارة لكروش النهارده بالظبط من وجهة نظري. أنا رأيي لكن في الأربع مباريات السابقة الشوط الثاني لا، أربع مباريات لعبت مين؟ إسلام، أربع مباريات لبنان والسودان، أربع مباريات لبنان والسودان. أنا بتكلم على شكل منتخبنا قدام ما أنا هكلمك. لبنان 5-4-1 كسبتها 1-0، السودان فريق متواضع جدا وكل الفرق كسبته، الأردن عملت عليك شوط ممتاز دلوقتي ستر ربنا زي ما حكيت لك كان ممكن تحصل. صح، بس الشوط الثاني الشوط ما انا عملت ايه؟ لعبت يعني انت يا كابتن معلش خلينا نتكلم انت حضراتكم لو مدير فني احنا مش ضد المنتخب على لا 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 طبعا احنا بنتكلم فنيا فقط لا غير ولا انا مع على فكره بس انا او انا مع طبعا بس يعني اقصد انه في الاخر احنا كلنا ننتقد الراجل النهارده لكن اذا كان هناك ايجابيات حصلت خلال الفتره اللي فاتت من وجهه نظري لازم تتقال. فمثلا خلينا نتكلم ان هو لو حضرتك مدير فني لمنتخب مصر هتلعب بمين؟ هتلعب باحمد رفعت شمال من الاول صح؟ قول لي ماشي كمل معاك انا خلاص وهتلعب بمجدي قفشه وهتلعب ناحيه اليمين يا زيزو يا مصطفى فتحي واحد من الاثنين زيزو وقدام هتلعب بمحمد شريف صح؟ هو دايما كان بيعمل كده الشوط الثاني. طب وليه ما بداش؟ معرفش بقى ليه ما بداش بالصح؟ انا بقول لك عشان كده هو انا ليه ابدا غلط؟ عشان اما صح على الشوط الثاني يبقى انا عملت حاجه كويسه ونفض الكره او الظروف ما طورتليش الشوط الثاني زي النهارده صح. انت فاهمني يا اسلام النهارده ما انت بادئ حتى بس النهارده بقى في مصيبه كبيره كمان التغييرات حدث ولا حرك فيها تغييرات النهارده اغرب تغييرات ممكن توصل يعني تيجي في دماغك يعني يعني من واحد اجاد المباراه السابقه الناس كلها بتقول احمد رفعت في المباراه السابقه كان كويس وكده معلش يا كابتن احنا بنتكلم دي فرحه لعيبه الجزائر بعد صعود المباراه النهائيه يعني طبعا مبروك للمنتخب الجزائري الشقيق طبعا يستحق الحقيقه افضل طبعا. منتخب موجود في البطوله المنتخب الجزائري يستحق الحقيقه وانا متخيل ان البطوله ستذهب الى المنتخب الجزائري على الرغم من انها هتبقى مباراه صعبه وكل حاجه امام المنتخب التونسي كفه الجزائر ارجح طبعا الكل شايف ان كفه الجزائر ارجح لان عندهم مجموعه جيده من اللاعبين الحقيقه انا كنت متخيل ان هم ومنتخب مصر 2-1 والله يا كابتن يعني ما اعرفش ليه لكن يلا المنتخب التونسي فاز النهارده والدنيا تمام اتفضل يا بلال او اتفضل يا كابتن عايز اقول بس حاجه نقطه مهمه يا اسلام انت النهارده انا بقيم منتخب مصر في البطوله دي على اي اساس هل بقيمه على فرقه بتلعب كره كويسه ولا بقيمه على فرقه راح تاخد بطوله عشان بس يبقى كلامنا يعني في محله الصحيح انا بقيم النهارده منتخب مصر على فرقه راح تاخد بطوله مش فرقه رايحه تأدي اداء جيد عشان نسقف بعد ماتش الاردن ونسقف بعد ماتش تونس ولبنان ونقول الاداء جيد يا جماعه والله منتخب مصر شكله اتغير احنا مش عايزين منتخب مصر شكله يتغير بس احنا عايزين نتيجه واداء عشان بعد كده فيما بعد يبقى انت عندك بطوله افريقيا رايح تكسب انت كل الفرق اللي موجوده دي انت ناقصك انني اعتقد ناقصك مرموش وناقصك صلاح وتريزيجيه صلاح يعني وتريزيجيه ابتدى يشتغل يعني مصطفى محمد احمد ياسر ريان لا عندك مجموعه يعني اكيد وضع طارق حامد الفرقه الثانيه برضو ناقصها لعيبه كتيره جدا جدا افريقيا من وجهه نظر الشخصيه اقوى بكتير جدا جدا طبعاً. جدا جدا من, من 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 بطوله كاس العرب اقوى بكتير قوي 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 فانت النهارده لو انت بتتكلم كمدير فني ان انا الهدف بتاعي او التارجت بتاعي ان انا اروح كاس العالم فانت تلعب فرقه من الخمسه الكبار امكانيات اعلى بكتير جدا من امكانيات الفرقه اللي بتلعبها النهارده بكتير ككره قدم يعني تمام طموحات الصعود لكاس العالم كبيره جدا جدا بالنسبه للفرق الافريقيه كاس العالم والتسويق والامكانيات والقدرات وهتلاقي كل اللعيبه بتقاتل عشان كاس العالم فانت النهارده كمنتخب مصر لما تروح بطوله زي دي كاعداد بالنسبه لمستر كروش زيك زي بقيه الفرق الطبيعي جدا احنا نشوف فرقه رايحه تكسب
تمام. لو ما كسبتش يبقى المفروض نطلع كلنا يا كابتن علاء بنسقف للاداء المنتخب على الروح القتاليه وعلى الاداء الفني ونقول باد لك. انت النهارده بتلعب منتخب تونس الشوط الاول اعتقد منتخب مسيطر، منتخب تونس مسيطر على كل على المجريات الجيم، ستة او سبعة او تسعة كورنرز تقريبا كان ممكن فيهم واحدة او اتنين يجوا جوال، كرات الثابتة عندهم كلها كلها خطر. كنا متخيلين الكابتن التغييرات اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها دلوقتي ان التغييرات كان من المفترض ان هي تغير الشكل، ولكن التغييرات كانت بالنسبة لك اضر، يعني طلع مجدي قفشه نازل محمد شريف ما بين الشوطين اضر الشكل. وانت وبعدين حاجه غريبه جدا. هو بس في سؤال، هو انت ليه عامل مشكله في توظيف محمد شريف؟ هو ليه يعني اللاعب انا عارف عارف بيلعب فين وعارف امكانيات محمد شريف، اكيد بفرج عليه في الدوري وهداف الدوري ولعب مع النادي الاهلي وامكانياته معروفه، ليه ببعده عن ليه ببعده بوديه مكان تاني واجيب محمد مجدي في مكان تاني ومش عارف بعمل تغييرات غريبه قوي، مع ان لو كل واحد لكل لعيب لعب في مركزه الفايده كلها ترجع للفريق، الشكل هيبقى احسن والشكل هيبقى احسن هيرجع للمدير الفني هيقول لا المدير الفني عامل شكل واداء كويس، ليه انا بغير تغييرات مش مفهومه؟ ما اسلام كلنا لعبنا كوره، ما واضح يا كابتن علاء ان في حد بيلقى يبقى غلط المصيبه واضح. اصل مين هو شاف شريف وينج فين؟ يعني خلينا نتكلم كده صراحه، يعني كيروش يا كابتن علاء شاف شريف بيلعب وينج فين؟ لا بس هو بيقول لك هو لا يعني لا ينظر للجهاز الخالص، دي غريبه غريبه. طب هو شافه المشكله يعني انا عن نفسي محمد شوقي بس طيب صراحه، لكن شافه بيلعب وينج فين يا كابتن علي؟ ما اعرفش امتى يعني كروش من ساعه ما جه في التمرين هو شايف امكانياته ان هو يلعب وينج، وجهه نظره وفي الماتشات راجل بيلعب مع النادي الاهلي ابو المباريات اللي بتاعت الدوري العام اللي بيلعب اساسي سترايك رقم 9، تيجي انت كمدير فني تقول لا انا الحته دي مش عاجباني هحط في الحته الثانيه دي؟ طب قيمت وبعدين اسال على حاجه ما هو ده تقييم برضه، خد بالك انت عندك فاصل ولا نحن نطلع فاصل عشان طب نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا عن كارلوس كيروش. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن علاء كنا بنتكلم عن المنتخب الوطني وفي ناس كتيره بتتكلم عن ان من الممكن جدا عمرو السوليه احرز هدف في نفسه، مصطفى فتحي هو لما نزل لم يكن موفق وضيع جون، هل من الممكن ان احنا نحمل اثنين لاعبين خالص بهذا الشكل خالص لانه انا شايف ان هي اتقلبت اهلي وزمالك؟ لا 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 ولا ده ولا ده طبعا. عمرو السوليه ما يحملش نفسه بالظبط كده، يعني اكتر من طاقته بتحصل على فكره كره القدم بتحصل في اكبر انديه ومع اكبر اللعيبه، وانت بتتكلم على واحد من نجوم منتخب في البطوله دي، تكون هنتكلم عن نجوم او نحب طلع نجوم في البطوله دي انا اخترته الافضل بصراحه طبعا عمرو السوليه حمدي فتحي مش تحيز للنادي الاهلي والله العظيم خالص، من اكتر الناس ثباتا في البطوله دي ومؤدين واجبهم تماما مفيش مشكله. انا هقول لك كمان الشناوي هيقول لك ده انت متحيز للاهلي، بس انا مش متحيز للاهلي بجد والله، قده محمود حمدي قد بطوله كويسه، لكن انت لكن انا ما حملش عمرو السوليه ان خسرت النهارده. بص يا اسلام، هو دايما في انذارات بتجيلك كده بس انت ما بتاخدش بالك منها. يعني عارف المدير الفني لما يعني لما بيتفرج على المباريات اللي لعبها او يبدا واحده واحده كده يفكر، هو اداء مش مقنع، كسبت مباريات صعبه جدا، ماتش الاردن انت متعادل في اخر الشوط الاول وكنت ممكن تخسر 3-1، دي عارف انت علامات المفروض علامات لازم تاخد بالك ان في حاجه مش مظبوطه عندك. خسارتك النهارده يا اسلام ده اكبر عقاب ليك لجمهور الكوره في مصر، اكبر عقاب لجمهور الكوره في مصر خسارتك النهارده. بس اللي يبص كده للصوره بهدوء، جمهور الكره في مصر ماله؟ هو الجهاز الفني تقصد؟ لان لا انا بتكلم على جمهور الكره في مصر النهارده، اكيد الناس كلها زعلانه وحزينه طبعا، كلنا خسرت اولا من تونس وتخسر في التايم ده بكره زي دي. لكن دي مش هو ده يعني هو مش عادل في كره القدم، لكن لازم كنت تاخد بالك ان في حاجه غلط، لازم كنت تعمل حساب ان انت في مشاكل عندك بس لازم تصلحها، لازم يبقى ادائك احسن، لازم يبقى ما ينفعش زي ما بلال بيتكلم دلوقتي. بلال بيتكلم بنقطه، انت بتلعب طول المباراه بالروح، ما الروح في ماشي الروح جميله وكل حاجه بس ادائك كوره، ما انت هتلاعب فريق روحه زي روحك بس هو اعلى في الكوره. النهارده المباراه لو شفتها ما فيهاش فرص كتير خالص، مش ممتعه صح يا بلال؟ صح، المتعه قليله جدا، لكن في فريق الى حد كبير ليه شكل صح، فريق تونس عشان بس نبقى منصفين وبنتكلم كوره، الناس تقولش احنا بنتكلم اي كلام، في فريق ليه شكل دفاعي وشكل هجومي، بينقل الكره بهدوء. عشان كده بقول لك انا عايز اعرف احنا مثلا لو نفقد الكره بنلعب ازاي النهارده ولا حاجه؟ يعني بنقابل يعني انا بس والله بتكلم سؤال عادي ولا حاجه. بيرجع عمرو وحمدي ومعاهم كان مجدي قفشه الشوط الاول كويس لغايه لما طلع مجدي قفشه وبقى زيزو
كويس. هو ده اللي كان يعني، ودخل محمد شريف ناحيه اليمين وزيزو نزله معاهم في الثالث في وسط الملعب. انت عارف يا اسلام هو ده اللي كان الشكل اللي احنا بنلعب بيه اللي هي 4 3 هو كويس. كان معتمد على 4 3 3 بس كنت بس انت عارف يا كابتن علي يقصد ايه؟ انت هل انت مثلا الشكل جوه الملعب منتخب مصر حاسس انه او انت بتتفرج عارف انه ممكن يعمل خطوره بالطريق بالحته دي باللعبه دي؟ يعني في لعبه متفق عليها مثلا تتلعب دبل باص وتتلعب من ورا من ورا فاهم قصدي؟ يطلع الرايت باك او مثلا الليفت وينج ويروح وتتلعب لكرة زي ما بيحصل في كل الفرق. يعني النهارده تونس بيحضر ويلعب الكره من ورا احمد فتوح كل مره بيحضر طول الماتش النهارده. فعندك استراتيجي وعندك بلال تونس النهارده الملعب عامل كده اه يا كابتن من جنب اليمين اللي هو بيلعبك على النقطه دي يا اسلام. درجه النهارده فتوح ما شفتوش ولا مره عمل اوفر ونفس الكلام عند اكرم طب. لكن هو اللي خلاه كده يا بلال هو انت مديله حريه يمين الكوره براحته يا اسلام صح. يعني النهارده في نص الملعب العمليات كلها في نص الملعب. هو في نص الملعب مستحوذ استحواذ تام. عشان كده بقول لك هو احنا ما كنا بندافع ازاي؟ كنا بنرجع زي ما انت بتقول بتتكلم صح. بس رجوعك ده هل ليه فايده؟ خالص. الكره تتنقل صح يا بلال من يمين للشمال يمين لحد ما يلاقي الثغره اللي بيتكلم عليها بلال ويبدا يهاجمك منها. انت مش عارف توصل لكده يا اسلام. انت تعمل كره واحده بس النجوم يعني كره واحده يا من حجازي طويله وانت ما بتلعبش على كده. انت ما عندكش تسعه اللي هو بتاخد الكره الثانيه. انت ما عندكش مش اسلوبك. يا اما لما حجازي ما بلاقيش الشناوي بس ده اسلوب ده طريقه لعبك على فكره مع كل الفرق مش ما بقولش كده مع كل الفرق. بس الفرقه لما تلاقي لعب بتلعبك كويس قوي زي الجزائر وتونس انت بتبان. طب هل كمان انت كمدير فني النهارده في الماتش انت رايح للتغييرات بتاعتك على الاكسترا تايم؟ طبعا واضح ان هو بيشتغل على كده كده يعني واضح ان انت راسم طبعًا. انك تروح للثالث والشوط الثالث والرابع عشان تبتدي تنزل. مفيش مدرب في العالم بيشتغل في الحته دي. كره النهارده شفت الماتش النهارده بتاع الجزائر وقطر جول في الدقيقه 99 وجول في الدقيقه 104 و100 و105 مفيش حاجه اسمها ان انا مستني الحكم يصفر عشان خاطر ابتدي اعمل تغييره زي بتاعت احمد رفعت اللي مكسبني المباراه اللي فاتت وعامل شكل كويس وهايل هو ده اللي بنتكلم فيه بقى. هو ده اللي بنتكلم فيه ان هو كان من الممكن افضل مكان في النقط دي تحديدا هو الشوط الثاني على الاقل يبدا كده الحلول بالنسبه لك. يعني التغييره بتاعت شريف قفشه دي برده تغييره محيرة. بس انا سالت حتى ان قفشه كويس قالوا لي كويس. ما يعني انا قلت يمكن قفشه في حاجه حس باجهاد حس يعني وهل لو وحش حتى لو عنده حاجه تبقى هي دي التغييره؟ يعني حتى لو قفشه عنده حاجه لا هو لو الطبيعي يا بلال لو انا بشتكي من حاجه يا اسلام مش هبدا بيه يبقى ورقه رابحه معايا. لكن كون نبدا بيه وحط رجله في الملعب انا متاكد ان هو سليم 100% لان هو على محمد مجدي المباراه اللي قبل كده هو ما بداش بيه لعبه شويه في المباراه. فما يبدا بيه النهارده يبقى انا متاكد. حتى لما سالت بشكل شخصي قالوا لي لا انا كويس. ما انا بقول لك انا بقول لك حتى انا بقول ايه اكيد نزل الملعب هو تغييره غريبه برضه هو كويس. تغييره غريبه جدا هي تغييره ان هي قناعات ملهاش معنى قناعات المدير. بص يا بلال قناعات المدير الفني هي اللي بتخليه يعمل التغييرات دي. انا مقتنع ببلال في المكان ده فانا بغير عشان شايف بلال في المكان ده اللي هو غلط. ايوه يعني. لان هو بيلعب على ايه يا بلال؟ ما هو من الواضح هو ليه مروان حمدي لعب النهارده وجهه نظري يعني وخلينا نتكلم فيه وبيلعب كره طويله بيقف ما بين الثلاث من اربع مدافعين. مروان مش اللي هو الاسترايكر يا انا بقول لك هو وجهه النظر كده. ايوه ما احنا ويعتمد على اللي انت بتقوله بقى ان واحد وينج يروح يجري واحد وينج شمال. يا اسلام اما بعمل الكره اما بعمل عشان هي مش المقاومات لعيب يا بلال. لما العب الكره الطويله يبقى الاسترايكر ده طويل جسمه جامد جدا دي حاجه. الحاجه الثانيه انا محضر نفسي للكره الثانيه اللي هي ببدا اشتغل بيها او ببدا الاثنين على الاطراف بيخشوا ورا الراجل بيلعب بدماغه ده. انت ما عندكش دي وما عندكش دي. فانت عشان كده بقول والله مش بنتقد او نفسي افهم بتنقد اداء لا عايز افهم اسلوب لعبنا احنا ايه وانا بدافع وانا معايا الكوره انا ما فهمتش. من الناحيه الاخرى او من الجانب الاخر هو بيلعب على ان اهم ما يميز المنتخب التونسي ايه؟ الوينجين كويس. فانا عايز اقفل عليهم عشان كده خلى زيزو بيدافع كويس مع اكرم وخلى حسين فيصل بيدافع كويس مع جميل مع فتوح. أنا وبالتالي معاك. هو فضل اطول فتره من وجهه نظره ممكنه حاطط الاربعه دول اللي هو اكرم وقدامه زيزو والناحيه الثانيه فتوح وقدامه حسين فيصل علشان يقفل على الوينجين هنا والوينجين. طب حلو على فكره متفق معاك. طب بعد ما اقفل هعمل ايه بعد كده؟ ما دي بقى هي دي بقى انا بيعتمد على قفشه فعشان كده انا استغربت. طب ما هي دي النقطه استغربت ان هو ما هي دي النقطه الثانيه يا اسلام. ماشي انا بحترم المنافس يا بلال
وبلعب على نقط الهجوم بتاعته ده حلو كويس قوي في كره القدم. بس انا بعمل ايه لما استلم الكوره انا؟ يا جماعه احنا ده انت منتخب مصر الخطوره فين يا استاذ؟ الخطوره ما كانش فيه يعني التحول ما كانش فيه. هل النهارده شفت تحول؟ برغم ان المنتخب مصر كان في وقت من الاوقات بيلعب يعني 10 في نص الملعب كلهم بيدافعوا ومروان حمدي كان منزل للدايره بتاعت، هل انت شفت كمان النهارده تحول للمنتخب سريع في سرعه في كاونتر اتاك في لعب من على الاطراف اثنين طرفين بي 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 بيروحوا النهارده حسين فيصل مثلا ناحيه وزيزو الناحيه الثانيه مع مروان حمدي الناحيه دي؟ ما شفناش الكلام ده خالص. بعدين التحول ما شفناهوش. في حاجه يا سلام كمان واضحه قوي في منتخب مصر في كل مبارياته، انت لعبك كله فردي، كل لعبك فردي مش جماعي خالص. حسين فيصل فردي، مصطفى فردي، كله فردي. حسين لعيب كويس بس يعني مشروع لعيب هيبقى كويس. انما الهيصه ساعه ما سمع ال 50 مليون طب خلاص مليون النهارده اتفرج بيعمل النهارده بيعمل ما ينفعش يا جماعه رفق يا جماعه باللعيب اللي لسه طالع. لسه كنت بقول لهم والله بجد والله يا كابتن انا ما سمعتكش والله يا اسلام. انت كنت في النقطه دي اتذكر في احمد عبد القادر لما رجع النادي الاهلي لو تفتكر في المباراه وديه عمل بانينكا اللي هي عمل كده وجاي حاططها بالراحه من الجون ماسكها. فاحنا حتى هنا انتقدنا الشكل ده ولانه ما ينفع يعني. فانا حتى افتكرت وقلت الكلام ده في اول الحلقه النهارده ان يا جماعه ما حسين فيصل ما هو لازم يبقى كده كويس. انا بقول كده والله بجد انه لعيب كويس حرام. ولعيب كويس وكل حاجه، ولكن في النهايه واحد انت وصلته 50 مليون جنيه في ماتش. طيب هو 50 مليون جنيه من ماتشين اللي لعبهم الاولانيين، طب النهارده بكام؟ النهارده بكام؟ نفس السؤال انا سالته. طيب هو ده هي دي ما دي برده خد بالك يا اسلام مشكله مشاكلنا. يعني اللعيب لما بيلعب مباراه كويسه او مباراه والثانيه بتروح رافع السماء في ثانيه، حرام انت يعني بجد حرام عليك. لو اللعيب حرام عليك اللاعب نفسه بالظبط. لو اللعيب ده مش متزن، ما هو في لعيب دماغه خلاص بيجنن عايز كل كره عايز يرقص وعايز هو الشكل الموضوع بدا فردي. عشان كده بقول لك النهارده منتخب مصر كله فردي بس حاجه جماعيه. انا مستني حد يقول لي اي حاجه معايا حصلت. مفيش حاجه معايا، مفيش حاجه معايا في الماتش، مفيش. انا مستني في حاجه شفت حاجه معايا النهارده والله بتكلم جد مفيش حقيقه. احنا بس بنعتمد على المهارات الفرديه بتاعه اللعيبه بس الحاجة. فردي يعني احمد رفعت مهارات فرديه عاليه، بيتحرك كويس وبيرقص كويس وبيعمل عرضيات كويس. شريف حتى الجول اللي جابه رفعت هو يمكن دي الحاجه اللي كان فيها ربط نوعا ما او تحرك كان جيد. شريف دخل ال 18 المباراه اللي فاتت مش دي تمام الهدف اللي سجله رفعت اتحرك رفعت دخل كراس حربه تاني. يعني دي الحاجه اللي عايز اقول لك يمكن اقول لك الحاجه الوحيده اللي في الماتشات الاربعه اللي حسيت ان فيها ربط ما بين اللعيبه وبعضها. أوكي. ربط كان فيها ربط. شريف اتحرك كويس قوي. انت عارف ليه ما فيش ربط؟ ليه؟ ان كل ماتش بتشكيل كل واحد يشوف واحد مختلف بالزبط. بشكل مختلف. ما هو الراجل اللي بيعمل كده، ما هو بيعمل كده يعني عايز يجرب يعني يشوف مين يعني انا عايز اسال سؤال مثلا، هو احنا خلال الاربع ماتشات دي مفيش اي ايجابيات خالص يا جماعه؟ ما هو برضو احنا مش عايزين نقعد نتكلم ان احنا في سلبيات. في سلبيات في ايجابيات اتكلمنا، لكن هل في ايجابيات؟ اكتشاف لعيب زي احمد رفعت ممكن يكون لعيب دولي في وقت من الاوقات، حسين فيصل ممكن يكون لعيب دولي في وقت. هي دي الحاجات اللي انت بتكتشفها لمنتخب مصر. لكن انت النهارده ايجابيه تقول ان منتخب مصر انت بتشتغل على ايه؟ بشتغل على ان انا رايح افريقيا وبعد كده رايح كاس العالم. هل انت النهارده شايف ان منتخب مصر بالشكل وبالستايل وطريقه اللعب دي ممكن يروح لكاس العالم بالطريقه دي؟ لا. هو انت هتعتمد على الناس دي في المباراه اللي جايه؟ هو ده السؤال. مين اللي ممكن ناخده من اللاعبين دول بما ان بقى في ايجابيات؟ ما هو انتوا لو بتتكلموا على كده، هل ممكن حد من اللاعبين اللي موجودين النهارده مع المنتخب يجي معانا منتخب يجي معانا بطوله كاس افريقيا لو اتلعبت؟ خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نسال الكابتن علاء والكابتن بلال هل بما ان هناك بعض الايجابيات يعني عشان ما نقعدش نتكلم بلال على طول. انا مش هتقول لسه بقول لك طب يبقى خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اسال الكابتن علاء ولا الكابتن علاء؟ لا يلا 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 لا جد انا ما عنديش ايجابيات. اكيد لا 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 والله انا ما قلتش قلت له طيب هو ليه ايجابيات؟ لا اكيد. بص يا اسلام اي بطوله او اي مجموعه مباريات بيبقى فيها حاجه جديده اكيد فيها ايجابيات طبعا. هي طبعا سلبيات اكتر والمكاسب قليله جدا، لكن ايجابياتك ممكن تقول مثلا انا من وجهه نظري بس لازم مع بعض يعني ايه بعض الهدوء في اللعب وازاي دايما يلعب جماعي مصطفى فتحي واسمه وحسين وحسين حسين فيصل حسين فيصل اثنين لعيبه كويسه وعلى فكره انا معجب مصطفى جدا كمان، لكن لازم يفكر في اللعب الجماعي اكتر من الفردي. الفرديات انا طبعا مهارتك دي مش بحرمك منها بس هي ليها وقت ليها وقت
وليها مكان في الملعب مش اي وقت. لكن الاثنين دول لا، من مكاسب البطوله دي هم الاثنين دول. لكن يعني تقدر تاخدهم معاك كاس طبعا امم؟ طبعا طبعا والله، خصوصا مصطفى انا اعتمد عليه اعتمد يعني اكترهم مصطفى. بس بقول لك يبعد عن الفرديه شويه، مصطفى لعيب كويس ولعيب تحس ان هو في الملعب لعيب تقيل، ما عندوش مشكله ان هو يلعب في اي ويغلط ويعمل، ما عندوش مشكله في اي مباراه تحت اي ضغوط. هو انت بتدور على النوعيه دي، مش نوعيه ان انا ضد الفرقه الضعيفه بلعب واتالق، ضد الفرقه الكبيره ما تشوفنيش. لا مصطفى فتحي انا شايف ان هو لا، يمكن اجاد في البطوله دي ومكاسبها. يمكن المكاسب الثانيه مش مكاسب، لان هم ده مستواهم، اذا كان الشناوي اذا كان حمدي فتحي السوليه. لا يعني ممكن مثلا نعتبر ان مهند لاشين برضو مكسب، مهند بس ما خدش وقت، ما خدش وقت كتير. أوكي. يعني دايما كان بيلعب في ظروف اضطراريه، لكن هو مكانه هو لعيب كويس على فكره مهند من فتره، لكن ما شفناهوش قوي يعني، لكن شفوش قوي، لكن هو لعيب كويس، ولو اخد فرصه يبقى عندك حد في نص الملعب تعتمد عليه. لكن اللي انا وجهه نظري شايف ممكن يبقى كويس مصطفى فتحي. بلال اضيف للاثنين دول، اتفق مع كابتن علاء، اضيف ليهم احمد رفعت. يعني انا طبعا لعيب، واحمد ياسين على فكره برضو، واحمد ياسين سوبر مش وحش، لعيب كويس، لعيب جيد. بس انت بتتكلم على مين اقدر اخده معايا افريقيا؟ احمد لسه، احمد ياسين يعني لسه. لو هنتكلم في الايجابيات فاحمد ياسين كويس، مصطفى فتحي لعيب كويس، مهند لاشين لعيب يعني هيجي منه فيما بعد، محتاج شويه ماتشات ومحتاج الخبرات الدوليه. لكن انا بكلمك او انت السؤال مين يقدر يروح معاك روما؟ يعني مين النهارده افريقيا دي امتى؟ ده شهر الشهر اللي جاي، خلاص الشهر اللي جاي، 6 يناير فعلا، الشهر اللي جاي الشهر اللي جاي خلاص. فانت خلاص هتبقى حددت، يبقى المفترض انت كمدير فني حددت خلاص الهيكل بتاعك، او حددت الاسماء اللي ممكن تبقى مرشحه بالنسبه لك، او اللي اكيد بنسبه 80-90% هتاخدها باختلاف لعيب او اثنين يعني. فانا بشوف ان احمد رفعت من اللعيبه اللي ممكن تروح مع كيروش بطوله افريقيا. لعيب يعني عنده ثقه في نفسه وعنده امكانيات ولعيب جيد، كان مهم بالنسبه لك في المباراه اللي فاتت. انت اضعت عمر كمال عبد الواحد برضو، عمر لعيب كويس، بس انا بشوف يعني برضو عمر ما ظهرش بالشكل اللي يعني لعب المباراه اللي فاتت. باك رايت مش مكانه بالظبط، فما قدرتش تقول هل هو الامكانيات والقدرات الكبيره بالنسبه لك ولا لا. كباك رايت الحقيقه لا يعني في احسن، ما تقدرش تحكم عليه، فبالتالي يعني مش هتبقى حتته. فخلينا نتكلم في الحته بتاعه اللعيبه الثانيه. النهارده مثلا تريزيجيه لسه ممكن يكون قدامه شويه عشان يلعب في بطوله افريقيا، لسه المباراه لعب مباراه واحده مع الرديف تمام. هل ممكن يبقى فنيا وبدنيا جاهز انه يروح يلعب في بطوله الامم؟ ده موضوع اكيد هيبقى لسه فيه شويه، فانت محتاج لعيب يلعب في الحته دي ناحيه الشمال. رفعت لعيب كويس، مرموش طبعا، مرموش لعيب كويس، ما انت عايز بديل اكيد. انت عندك لعيب اساسي، ما انت صلاح لعيب اساسي، فممكن يبقى خلاص، يبقى انت عندك زيزو في الحته دي، مرموش في الحته الثانيه، بتدور على البديل الانسب بالنسبه لك الجيد. فانا بشوف ان رفعت بديل كويس. كابتن علي اتكلم على مصطفى، مصطفى لعيب كويس وامكانياته وقدراته رائعه جدا، محتاج توظيف داخل الملعب بشكل افضل من كده. توجيه يا اسلام، على فكره مش عيب انك تتكلم باللعيب بتاعك، بس انت تحس ان اللعيب ده لا عنده امكانيات كويسه، مصطفى امكانياته ممتازه، ودايما تحس ان هو عنده ثقه في نفسه. وانت محتاج في البطولات دي، بطوله افريقيا كمان، اما تعتمد على لعيب لسه داخل المنتخب مش كتير عنده ثقه في نفسه، مصطفى عنده دي، مصطفى ما عندوش قلق وبثق في نفسه كويس جدا. لكن حته التوظيف، حته تكلمه ازاي يبدا، ازاي يتحرك، ازاي يستعمل مهارته هنا، ازاي في المكان ده يبقى اللعب جماعي. على فكره مش عيب، لعيبه العالم كلهم الاساطير في كره القدم المدير الفني بتاعهم بيتكلم، هم طبعا عارفين اكيد مليون احسن مني، هو ازاي بيعتمد على سرعه ومهاره يعني. هي دي، اما هباين انا الميزه اللي فيها فين؟ لا وكمان يا كابتن بطوله افريقيا صعبه جدا بجد، دي حقيقه صعبه، قوه وسرعه ومهاره، يعني هتلاقي عايز عقليه مختلفه، عايز عقليه مختلفه طبعا، والفرق المنافسين مختلفين تماما. يعني لما تخش في دور ال 16 في بطوله افريقيا، لا هتلاعب فرق سرعه وقوه ومهاره وتاكتيك، يعني فرق كبيره، يعني امكانيات وقدرات عاليه جدا. صح. فانت محتاج لعيبه على المستوى ده، المستوى الفكري رقم واحد والمستوى البدني رقم اثنين، يعني محتاج الحاجتين. لعيب بيعرف يفكر داخل الملعب، يعني مش هينفع تقول له ايه اصل الماتش ده انت كنت ما بتلعبش جماعي او بتلعب فردي، الكلام ده مش هيبقى موجود كمان يا اسلام. احنا ناسين لعيبه بيراميدز يعني لما نضافوا ده كمان، يعني في رمضان في عبد الله، دي اضافات موجوده كمان. يعني ما هو مش موجودين معاك في بطوله كاس العرب، لكن لما يبقوا موجودين معاك يا بلال
هم اكيد لعيبه كويسه واضافه وعندهم خبره كبيره جدا، يعني هتضطر تمشي ناس كتير او من انت في ناس كده بس اللي انا المعلومه اللي عندي ان هو بيدور على مدافع في الدوري المصري، او هل ممكن يبقى احمد ياسين يستقر على احمد ياسين ولا محتاج ان هو يجيب حد تاني؟ هو يعني انا ما اعرفش اتفقوا معايا ولا، بس احمد ياسين انا شايف ان هو لعيب كويس. أوكي. يعني مشروع لعيب كويس مع الوقت هيبقى في المكان ده ما فيش مشكله فيه، لكن يعني مش شايف حد تاني. لو في حد تاني عندك حد تاني؟ يعني بص انا بشوف في سنتر باك كويس. مين؟ فتح الله بتاع المحل كويس. انا بشوف امكانياته جيده جدا، بس هي المشكله كان ممكن السن يا كابتن. مش حكايه سن، هو اداؤه كويس على فكره. هو اداؤه كويس، بس عايز اقول لك كابتن حاجه، لعيب كويس على فكره، لعيب كوره كويس، بيلعب رجل اثنين شمال ويمين، في ميزه حلوه قوي روحه ما شاء الله. بيلعب بطريقه مش طبيعيه، بس حته اللعب في النادي بقى، النقله بتاعت المنتخب، فاهم؟ يعني هو لو كان مع احمد ياسين، بس احمد لعب، انا لسه بقى انا حقتكم ليه؟ لو كان بيفكر في الراجل ده كان جابه كانت فرصه البطوله دي. يعني هو دلوقتي طالما لو هيختار بيختار من المجموعه دي، مش هيختار من الماتشين اللي جايين. يعني سالتني مين فهقول لك كان ممكن ياخد، اصل انت على الاقل هو لعب، ياسين لعب شافه على الاقل يا اسلام، شافه تحت ضغط مباريات وخصوصا مباريات. لكن المشكله ان محمد ما لعبش دولي خالص، فعشان تدي له الفرصه دي لا هو صعب، لان هو في النهايه كاس العرب كانت، لكن هو لعيب كويس طبعا، تعتبر بروفة اعداد للقادم، لما هو قادم، لانه القادم اللي هتحتاجه يا اسلام، يعني او اللي هتحتاجه بالظبط البسيط اللي احنا بنتكلم فيه، زي ما بلال اتكلم اللي هو مرموش وتريزيجيه، هتجيب مين معاهم؟ بالظبط، هتجيب مين معاه؟ احنا كنا سنين، خد بالك، كنا سنين رمضان، وكنا سنين شويه عبد الله السيد، رمضان موجود طبعا، رمضان موجود كمان على على, على, على الناحيتين. لا خلي بالك، طب ما انت لو بتتكلم مثلا في رؤوس حربه، انت عندك مصطفى محمد، عندك احمد ياسر ريان، كويس، عندك انا بتكلم على، عندك احمد حسن، انا بتكلم على الاجناب. يعني بنتكلم على الاجناب، عشان كده بقول لك لا، الاجناب في كتير ومفيش مشكله. يعني حتى لو تريزيجيه ياخد وقت يا بلال، مش هيبقى جاهز. عندك احمد رفعت، عندك رمضان موجود صحيح رمضان، فمفيش مشكله فيها دي. لكن هي لازم، ما اعرفش اسلام، هو الا لو الراجل بقى في دماغه يعني مش مقتنع بالناس دي، ممكن هي دي المشكله، احنا مش عارفين احنا مش فاهمينها، يعني مش عارف نوصلها. احنا بنتكلم امين كوره كويس قوي، بس الدماغ بقى فيها، الدماغ بقى ممكن تلاقي في حته ثانيه، هي دي المشكله. لا ممكن يكون، لكن هو فعلا يمكن اسلام، انت قلت معلومه حلوه، فعلا ممكن يكون بيدور على مدافع فعلا. لا هو انا عارف المعلومه، بيدور على مدافع، بيدور على، لكن انا شايف طبيعي، لكن هل يكون ياسين ولا اصل هيستنى يتفرج على الماتشين اللي جايين؟ يعني لسه واضح مش هيتفرج، لكن هو طبيعي ياسين شافه، اصل حتى مباريات الدوري يا اسلام مهما كانت اسمها دوري، لكن انا بشوف لعيب في احتكاكات دوليه، اعتقد انا مطمن. اصل هو خلي بالك حجازي ومحمود ومين تاني؟ مفيش حد، مفيش، وياسين واحمد ياسين خلاص. يعني انت لما تيجي تبص على القايمه، هل في حد تاني هو واخده؟ هو مش واخد، مفيش مساكين تاني، لا مفيش مساكين تاني. يعني الاهلي هو بيلعب بدر مالون، بيلعب مغرب، مين اللي يعني بدر بالون؟ ايمن اشرف، ايمن اشرف بس مصاب، خد بالك، ايمن اشرف مصاب، دي المشكله، وما تعرفش ربنا يشفيه طبعا، يعني تبقى مده قصيره. فبرضه ما تعرفش ايمن اشرف هل هيجيب حد دلوقتي تاني؟ هو خد بالك محلول، ما فيهاش مشكله. لا عندك في الاستوبر ده مش، لا في مشكله، لا لانه لو لا قدر الله حجازي والونش، يبقى عندك مين مثلا ممكن؟ طب انت الرايت باك، يعني اكرم توفيق، الرايت باك عندك كتير، ممكن تاخد محمد هاني على فكره. اكرم هو بياخد احمد فتحي، بياخد احمد فتحي، اكرم فتحي خد بالك كمان موجود معاه، بس احمد فتحي عشان في بيراميدز، خد بالك احنا لعيبه بيراميدز وقع مننا شويه، يعني في ثلاثه اربعه بيراميدز موجودين، يعني ممكن هتلاقي كمان عمر، الراجل زي ما احنا اتفقنا، لا عمر كمان هتلاقي الراجل زي ما احنا اتفقنا افكاره مختلفه شويه، في وقت من الاوقات قعد شريف وقفشه قال لك انا مش قعدهم وما خدهمش، طارق حامد هل سيكون له دور مع الفريق؟ ما اعرفش، ما خدوش المنتخب عموما. يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نفتح عقولنا مع بعض كلنا، ننوروا طريقه، نعم نحاول ننوروا طريقه. والله هو من الواضح يا كابتن ان هو بيبقى مركز في، وخلي بالك ده طبيعي جدا في اي مدير فني، جوزيه كان كده والله، لما تعمل ايه انت عارف، وانت عارف صحيح، فيعني بس كان بينشف دماغه في ايه، مره جه قال لك ايه، قال لي ها هم عشان انا طلعتك بيقولوا عليك ان انت ما تطلعش، طيب قعدت اربع ماتشات بره الفرقه، فيعني طب ليه يا عم؟ انا عايز اقول لك حاجه، هي مش مقارنه، بس الاداء مع جوزيه لا طبعا مختلف خالص يا اسلام، طبعا يعني حتى ما بينشف دماغه مع حد، بس الدنيا كلها ده هو نشف كتير، بس انا هتكلم عن نفسي يعني ما انا على فكره ما كان على، انا كنت على يدك على يد صحيح، يعني بسرعه كده الناس كانت بتلومه في فلافيو، بس هو كان منشف دماغه في فلافيو، هيلعب في فلافيو، بس الدنيا ماشيه، الدنيا ماشيه، انت معاك ما شاء الله فريق، الدنيا كلها ماشيه، يعني الاجابات كتير قوي يا اسلام، فالسلبيات
تقبل. العكس هنا السلبيات كتير قوي. فانت احنا بص احنا الثلاثه بندور على ايجابيات في الدوره دي بس، وايجابيات كلها يعني مش حاجه مش قويه يعني، ايجابيات بسيطه قوي لكن تحسب له. ايجابياتنا مش في الاداء، ايجابياتنا في الافراد، في الافراد يعني المكسب. ودي حاجه خد بالك برضو مش حلوه، لانه لازم يبقى شكل ليك شكل اداء. بالظبط بالظبط. يعني انا لما اكون ايجابياتي في الافراد مش في الشكل العام بتاع المنتخب ولا اداؤه الجماعي ولا التكتيك اللي بيلعب بيه ولا طريقه يعني طريقه اللعب ولا الستايل ولا الاسلوب، بتبقى حاجه برضو مش جيده، مش يعني مش حلوه قوي. لا طبعا خد بالك، يعني انت المفترض ان احنا كنا نتفرج على منتخب مصر له شكل وله ستايل وطريقه لعب وواضح هو بيدافع ازاي وبيهاجم ازاي. الجماعيه بتاعتك طبعاً طبعاً. يعني النهارده معلش بيني وبينك احنا عايزين نعمل حلقه على ايه؟ على ايه؟ على خطوره الكرات العرضيه على منتخب مصر او على كل الفرق اللي بصراحه تمركز دايما في مشاكل يا اسلام. وعندك الكرات احنا ما بنتغلبش بقالنا 100 سنه من منتخب تونس او منتخب جزائر او منتخب مغرب الا كرات عرضيه. افتكر كده كرات ثابته. كرات ثابته صح صح دي حقيقه. امبارح كان معايا احمد ثابت وكريم قال لك الفريق ده مش هيكسب غير بالكره العرضيه، وهي كل الكرات الخطر اللي جت علينا جت من كرات ثابته عرضيه. معناها مش يعني النهارده مرات النهارده يا اسلام لما زي بقول لك انا دورت على فرص من الجانبين قليله جدا جدا. اخيرا يا كابتن علاء، ايه اللي مطلوب كابتن بلال وكابتن علاء، ايه اللي مطلوب من جو من جوز من ما اعرفش بيفكر كروش. في ايه كروش رحت جوزيه انت خالص طبعا يعني اتمنى ان هو بعد البطوله دي او يعني ان شاء الله يفوز المركز الثالث يرجع يقعد مع الجهاز المعاون، وده حاجه مهمه جدا جدا جدا. ما اعرفش هتيجي ازاي عليها انت ما اعرفش لازم اصلا ما ينفعش اسلام ما هو الجهاز المعاون ده ليه؟ خصوصا لما يكون من مصري اكيد اكيد هم شايفين اكتر. يعني احنا لسه بنتكلم على جوزيه، ما هو جوزيه اسلام على كل ده وكل اللعيبه اللي عنده وبلال كان بيجي بيتكلم وبيسال، يعني ما كانش كان بياخد ارائنا، ممكن يكون مقتنع بحاجه ومصمم عليها لكن بياخد بيسمع. مش عيب انك مدير فني تسمع، لازم تقيم نفسك انت الاول في البطوله وبعدين تقيم الناس اللي اخذتها الجديده وتاخد بسرعه بقى تبدا حته اللي جاي اللي جاي، لان اللي جاي زي ما كان بلال بيتكلم اللي جاي اصعب بكتير. الكاس العرب ده كانت بروفا قويه لكن اللي جاي مختلف تماما. بلال لا انا بقى اتمنى مش يقعد مع المساعدين، اتمنى بقى المسؤولين يقعدوا معاه عشان يحددوا شكل. مفيش مسؤولين خلاص خلاص بعد ما فيش مسؤولين لغايه 5 يناير خلاص. بعد 5 يناير بقى بعد 5 يناير بعد 5 يناير لو حتى بعد 5 يناير هتقعد تتعامل مع الناس تقعد وهيكون شغال بقى في كاس الامم يبقى اما يرجع من كاس الامم ان شاء الله باذن الله وعليك خير ان شاء الله باذن الله. لا وبعد كده كاس عالم عارف انا نفسي يحصل ايه؟ نفسي يحصل نفسي يقعد مع نفسه في المرايه يقعد مرايه ولا تقييم عارف يتكلم مع نفسه. عارف يا اسلام احلى حاجه في الدنيا. طب انا ما نزلتش احمد رفعت ليه في الماتش ده؟ طب ما والله يا اسلام راس حربه ليه؟ طب والله انا بتكلم معاك انت بتتكلم كنت بتتكلم صح على فكره. ايوه والله والله احسن حاجه تقيم نفسك انت الاول وتقصي على نفسك جدا خصوصا انت لما تكون مع منتخب مطلوب منك بطوله. لما يحصل كده كابتن مش عيب. مش مطلوب يا كابتن خلاص لا لما يكون بقول منتخب مطلوب لا مش هيقعد مع نفسه ليش الوقت لا اما تقع مع نفسك لما كنت مع منتخب كان مطلوب منك بطوله الناس كلها طالبه منك بطوله. لما يحصل كده تقعد مع نفسك انت الاول شوف انت غلطان ازاي على فكره وتعاقب نفسك وتلوم نفسك بجد والله يا اسلام دي احسن دي احسن حاجه في الدنيا. لانك انت لو ما عاقبتش نفسك وعرفت ان انت غلطان في حاجات ما فيش حد بيغلط ما فيش حد ما بيغلطش يا جماعه. لكن اما تغلط في حاجات كبيره قوي كده لازم تقعد تشوف غلطاتك ايه وتحاول تصلحها. بالظبط طبعا ده اكيد يعني. يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. انا بشكرك جدا يا كابتن علاء استمتعت بوجودك معانا. السلام يا اسلام والله ونورت البيت الكبير ودايما موجود كده حبيبي يا كابتن مصر واستمتعت بوجودك يا بلال معانا كتير برضه ما طلعناش الحمد لله بالسلامة يعني مبسوط ان حضراتكم معايا النهارده. الحمد لله بالسلامة. شكرا جزيلا للنجوم الكبار الكابتن علاء ميهوب والكابتن احمد بلال. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني يوم السبت القادم في مباراته على ضد المنتخب القطري في المركز الثالث والرابع لكأس العرب واصلاح كل السلبيات اللي احنا اتكلمنا عليها خلال الحلقه في النهارده. ايضا ان شاء الله يوم الجمعه القادم بعد بكره النادي الاهلي سيسافر الى قطر ايضا لبدء المعسكر لمباراة السوبر الافريقي ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمنا بداية بقى من الاسبوع اللي جاي هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة دائما لنقل كل ما يحدث في بعثة النادي الاهلي. وزي ما دايما بنتكلم مع حضراتكم اللي هيتنقل كل ما يمكن ان ينقل، لكن اللي لا يمكن ان ينقل مش هنقدر ننقله لحضراتكم. ولكن ابتداء من يوم الجمعة ان شاء الله بعثة النادي الاهلي تكون على الهواء مباشرة مع حضراتكم على شاشة قناتكم قناة النادي الاهلي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الأحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير.